حق، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بسر الفاتحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك عملا صالحا، ونسألك دينا قيما، ونسألك خيرا كثيرا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.